ايه اهميه التطعيمات لمريض الاتش اي في؟ الحقيقه ده سؤال مهم جدا، لان احنا لما بنعرف مشكله الاتش اي في، هو الاتش اي في هو فيروس نقص المناعه المكتسبه بيعمل بعض الخلل في المناعه في اثناء وجوده، ولما المريض بيتلقى العلاج بتاعه بيوصل لمرحله العد الفيروسي غير مقروء وترتفع خلايا السي دي 4 كاونت او الخلايا المناعيه ويوصل لمراحل طبيعيه. ولكن في بعض المعلومات او البيانات بتقول انه ما زال برضو ممكن المرضى المتعايشين مع الاتش اي في يكونوا اكثر عرضه من غيرهم بنسبه بسيطه للاصابه ببعض الامراض، والكثير من هذه الامراض يمكن الحمايه منها بالتطعيمات. والحقيقه ان احنا في عندنا دراستين اتعملوا قريبا كانوا بيسالوا مرضى الاتش اي في عن قد ايه منهم اخذ تطعيم مثلا الانفلونزا في السنه السابقه لاجراء الدراسه، لقينا ان التغطيه بتاع تطعيم الانفلونزا بين هؤلاء المرضى ما كانتش بتتجاوز 22 ل 25%، ودي حاجة غريبة جدا بالرغم ان التطعيم متواجد. في عندنا حملات لتوجيه الناس، التطعيم ما عندوش اي مشاكل مع المرضى المتعايشين مع الاتش اي في، كمان هو بيوفر لهم حماية وما عندوش اي تفاعل دوائي مع الادوية بتاعتهم. يبقى احنا محتاجين ان احنا نوعي اكتر المريض بتاعنا المتعايش انه باهمية التطعيمات بالنسبة له. في طبعا تطعيمات موسمية زي تطعيم الانفلونزا، في عندنا تطعيمات بناخدها بشكل مش بيتكرر تاني زي التطعيمات اللي هي بتاعه النيموكوكال والمينجوكوكال فاكسينيشن، وفي عندنا حاجات ناخدها اثناء السفر زي ال17 دي فاكسين. المهم ان احنا نبقى اوير انه مريض الاتش اي في بتاعي اللي انا بتابعه مهم ان انا افهمه ان في مجموعه من التطعيمات المهمه جدا، التطعيمات الخاصه بالهيومن بابيلوما فيروس، التطعيمات الخاصه بالهيباتيتس بي فيروس، لان طبعا طرق العدوى بتاعه الاتش اي في تتشابه مع الفيروسين دول. كل الامور دي لازم تكون في بالنا وانا بتعامل مع المريض بتاعي، اعرفه امتى هو محتاج ياخد تطعيم ايه، واوعيه لاهميه اخذ هذه التطعيمات. والحقيقه انه يمكن في الوقت الحالي كمان التطعيم بتاع الكوفيد 19 فرض علينا يعني وعي اجباري باهميه التطعيمات ودورها في حمايتنا جميعا وحمايه المجتمع كله من تاثير الجائحات وتاثير الامراض المعديه. فاحنا من هنا بناخدها فرصه ان احنا ندعو كل الساده مقدمي الخدمه الصحيه والزملاء اللي بيتعاملوا مع المرضى المتعايشين مع الاتش اي في، انصحوا مرضاكم باخذ التطعيمات، عرفوهم الجدول بتاع التطعيمات المناسب ليهم، عشان خاطر دي حاجه مهمه جدا جدا في الرعايه الصحيه المقدمه لهذا النوع من المرضى.